طيب هلا في عنا مادة الأول ثانوي أو الطلاب الأول ثانوي اللي هو الوحدة أو الفصل الثامن اللي هي الحركة التذبذبية والموجات. الحركة التذبذبية والموجات. تمام. الآن أنا لما بدي أحكي عن الموجة، شوف الموجة لما أنا مثلا بتحرك من النقطة هاي اللي خلينا نسميها ألف للنقطة هاي اللي خلينا نسميها باء، إذا تحركت من ألف لباء بعدين رجعت من باء لألف، هاي بسميها اهتزازة أو بسميها حركة توافقية. إذا رديت عدتها كمان مرة فأنا بكرر في نفس الاهتزازة، رد عيدها كمان مرة أنت قاعد بتكرر في نفس الاهتزازة. تمام. هلا بالنهاية أنت قاعد بتعيد نفسك أو بتعيد نفس الحركة كذا مرة. فلو سألت أي واحد مثلا حكيت له أنا مثلا علقت بندول في سقف وهذا البندول تركته يهتز يمين، تركته يهتز يمين ويسار، بحكي لك حركة البندول هاي ممكن اعتبرها حركة اهتزازية، راحة البندول او ذهاب البندول وإيابه، هاي اول حركة. الحركة الثانية انه راح ورد رجع، هاي كمان حركة. تمام. هلا لو حكينا كمان انه في عندي انا نابض نابض معلق بكتلة، نابض معلق بكتلة، هذا النابض ممكن يتحرك للأسفل وبعدين يرد يرجع، بعدين يتحرك للأسفل بعدين يرد يرجع، هاي كلها ممكن نسميها حركات اهتزازية. للعلم حتى حركة إطار السيارة مثلا، حتى حركة إطار السيارة ممكن اعتبرها حركة اهتزازية، لأنه كل دورة بدورها عجل السيارة أو إطار السيارة هي ممكن نعتبرها حركة اهتزازية أو حركة توافقية بسيطة. تمام. الآن لما أنا مثلا بدي أجي وأحكي عن الحركة الاهتزازية لازم أعرف معطيات ثابتة ما راح تتغير. هاي المعطيات مرت علينا كثير، بعاشر مرت علينا، بتاسع أكيد مرت عليكم. هلأ هون راح تمر علينا وراح تلزمنا في التوجيه، لأنه موجود عندنا وحدة كاملة على الاهتزازات والموجات. تمام. الآن شوف في عندك أشياء ضروري تعرفها. الإشي الأول اللي هو بنسميه الزمن الدوري، الزمن الدوري، وفي عندك إشي بنسميه التردد، في عندك إشي بنسميه سعة الموجة، وفي عندك طول الموجة. طول الموجة. وفي عندك الإزاحة. في عندك الإزاحة. طيب عشان تفهم هذا الكلام بشكل جيد بدنا نيجي نرسم موجة توافقية. هاي محور الزمن وهاي محور الموقع للموجة. ونفترض مثلا موجة
الآن لما بدي أجي أوصف هاي الموجة في عندك أشياء ثابتة. هلأ عدد الموجات طلع لي من النقطة هاي للنقطة هاي، هاي بسميها موجة. يعني هاي كلها هيك ممكن نسميها موجة، تمام. ممكن كمان تكون من النقطة اللي هون للنقطة اللي هون، فهاي كمان برضو موجة. شوف كم موجة عندك، ممكن نسميها موجة. برضو ممكن احكي من النقطة هاي للنقطة هاي، هاي كمان موجة. طيب اذا شو هي الموجة؟ بكل بساطة بتقدر تحكي الموجة هي الإعادة الذاتية لنفس الحركة، الإعادة الذاتية أو الإعادة المتشابهة لنفس الحركة. يعني هاي النقطة اللي بيشبهها هيها، النقطة اللي هون، هاي النقطة، النقطة المشابهة إلها اللي هي النقطة اللي هون، هاي النقطة، النقطة المشابهة إلها اللي هي النقطة اللي هون، تمام. طيب الآن هون على الرسمة بدك تعرف الأشياء الأساسية. خلينا بس نرد نرسم موجة. هلا الرسم مش دقيق هون، لكن خلينا نحدد عليه. طلع المسافة من هون لهون، هاي المسافة، هاي المسافة بسميها اتساع الموجة. إذا ما هو اتساع الموجة؟ هذا الخط اللي هو محور الزمن بنسميه محور رئيسي. محور الزمن بنسميه محور رئيسي. الآن اتساع الموجة هو المسافة بين المحور الرئيسي والقمة، أو بقدر أسميه المسافة بين المحور الرئيسي والقاع. هاي شو بنسميها؟ اتساع الموجة. بين المحور والقمة هاي كمان اتساع موجة، بين المحور والقاع هاي كمان اتساع موجة. الآن المسافة بين قمة وقمة هاي بنسميها الطول الموجي، هاي بنسميها الطول الموجي. إذا ما هو الطول الموجي؟ هو المسافة بين قمتين متتاليتين من قمة لقمة، أو المسافة بين قاعين متتاليين اللي هي من قاع لقاع، هاي كمان طول موجي، تمام. أيوة. إذا في عنا هون مفهومين، المفهوم الأول اللي هو اتساع الموجة هو المسافة بين المحور أو الإزاحة بين المحور الرئيسي والقمة، أو بين المحور والقاع. وبرضه في عنا الطول الموجي هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. طيب برضو بدنا نعرف معلومة ثانية، الزمن اللي بحتاجه أو بتحتاجه الموجة عشان تكمل موجة واحدة، الزمن اللي هو مسافة من هون لهون، الزمن من بداية الموجة لنهايتها، هذا بنسميه زمن دوري. زمن دوري. ما هو الزمن الدوري؟ الزمن الدوري هو الزمن اللي بحتاجه عشان أكمل موجة واحدة، أو الزمن اللازم لإتمام موجة واحدة. شو بنسميه؟ بنسميه زمن دوري. طيب الآن في عندنا تردد. التردد هو عدد الموجات، في مفهوم اللي هو بنسميه التردد. التردد هو عدد الموجات التي تحدث في الثانية الواحدة. التردد عدد الموجات اللي ممكن تتمها الموجة أو اهتزازة في الثانية الواحدة. هلا هون من التعريفات خلينا نطلع قوانين. شوف نبلش في أول مفهوم اللي هو بنسميه التردد. التردد، ما هو التردد؟ التردد تعريفه هو عدد الذبذبات
في الثانية الواحدة. التردد هو عدد الذبذبات في الثانية الواحدة. فإذا التردد تادال برمز له تادال يساوي عدد الاهتزازات على الزمن الكلي. تردد هو عدد الاهتزازات على الزمن الكلي. طيب شو وحدة قياسه؟ بحكي لك يقاس بوحدة هيرتز اللي هي نفسها تكافئ ثانية أس ناقص واحد، أو ممكن نكتبها لكل ثانية. ممكن أكتبها لكل ثانية. هذا بالنسبة لمين؟ للتردد. طيب في عندك كمان الزمن الدوري. الزمن الدوري، ما هو الزمن الدوري؟ الزمن الدوري هو الزمن اللازم لإتمام اهتزازة واحدة كاملة. هذا شو بنسميه؟ الزمن الدوري. طيب إلى قانون، طبعا إلى قانون، قانونها هو الزمن الدوري. شوف كيف بنكتبها، تساوي الزمن الكلي على عدد الاهتزازات. الزمن الكلي على عدد الاهتزازات، تمام. هلا لاحظ من هون في رابط بين هذول الثنتين، انه هذول الثنتين عكس بعض، مقلوب بعضهم. فممكن كمان احكي انه من هاي انه التردد تادال بيساوي واحد على الزمن الدوري، او الزمن الدوري بيساوي واحد على التردد، تمام. وحدة قياسه، وحدة قياس يقاس بوحدة ثانية. الزمن الدوري دائما نقيسه بوحدة ثانية، تمام. هلا هاي الأساسين اللي هم التردد والزمن الدوري هم الأساس اللي بيشتغل عليه كل إشي بالموجات. كل شيء بالموجات ممكن أشتغل عليه، بشتغله بناء على التردد وبناء على الزمن الدوري. هلا لو اجينا على الكتاب صفحة 194، بالكتاب صفحة 194 رسم لك رسمة اللي هي الشكل 8-2 اللي هو ممثل لك حركة كتلة مربوطة بنابض بيانيا. حركة كتلة مربوطة بنابض بيانيا. طبعا هاي الحركة او هاي الحركة الموجة اللي عندي اللي هو قمتين ثلاث قمم وقاعين. هلا هاي الحركة مش ثابتة، ومش شرط انها تبلش من والله سين بتساوي او من قيمة فوق، ممكن تبلش من الصفر حسب الحال اللي عندي. هلا هون لانه انت اصلا بتعلق كتل او كتلة في نابض، فتلقائي النابض رح ينزل لتحت، فبلش عندك من مسافة. لكن انا لو ما علقت شيء بنابض، ان النابض رح يبلش الحركة من الصفر، تمام. لو ضغطت النابض لفوق الحركة رح تبلش من السالب، تمام. هلا في عندنا هون معادلة للمعادلة الجيبية او معادلة الموجة. بالصفحة 195 راسم لك او كاتب لك معادلة الموجة. معادلة الموجة اللي هي معادلة الاساس للموجات، اللي هي سين الزين تساوي سين في جتا أوميجا زين زائد فاي. طيب هلا هاي أي موجة، أي موجة في الدنيا لازم تكون خاضعة لهاي المعادلة؟ أي موجة
في الدنيا لازم تكون خاضعة لهاي المعادلة. طيب هاي المعادلة كيف بدي أتعامل معها؟ أول إشي خلينا نأخذ المعادلة نفسها ونتعامل مع مصطلحاتها كاملة. نتعامل مع مصطلحاتها كاملة وتفهم كل مصطلح شو فيه. طيب نكتب المعادلة هون. سين الزين، سين الزين اللي هي الموقع الموجة، وين الموجة الآن، تساوي سين اللي هو اتساع الموجة في جتا أوميجا زين زائد فاي. جتا أوميجا زين زائد فاي. شباب ركز معي بهاي. الآن سين الزين هاي إيش هي؟ سين الزين، سين الزين هي موقع الموجة عند زين يساوي عند أي لحظة، موقع الموجة عند أي لحظة. وطبعا موقع الموجة بنقيسه بالمتر، انتبه بالمتر. سين هاي، هاي اللي هي اتساع الموجة اللي هي المسافة بين المحور والقمة، أو المسافة بين المحور والقاع، وبرضو هاي بنقيسها بالمتر. تمام، خلينا نيجي على الحفلة اللي هون. طلع علي كل هذا القوس كامل بنسميه زاوية الطور، زاوية الطور رح نبلش فيها بشكل كامل. هلا نيجي لكل كل نقطة. زين هاي كونه شخصية معروفة بالنسبة لنا اللي هو الزمن، متعاملين معه بشكل جيد، والزمن دائما بنقيسه بالثانية. طيب الآن أوميجا، أوميجا هاي اللي هي بنسميها السرعة الزاوية، السرعة الزاوية. تمام، هلا السرعة الزاوية هاي اللي هي بتساوي ثيتا على زين، ثيتا على زين. هلا ما راح افوتك بحيط كثير فيها هاي الثيتا على زين، انا بهمني شغلة كثير مهمة انه وتساوي 2 باي، شوف كيف 2 باي تادال اللي هو في التردد. هاي اللي بتهمني السرعة الزاوية أوميجا اللي هي 2 باي تادال. طيب الآن لما بدي أجي أشتغل عليهم بيجيك في أي سؤال هاي المعادلة بقول لك أوجد 1 2 3 4 5. تمام، أيوة. الآن هاي زاوية الطور، فاي لحالها هاي، هاي بنسميها ثابت الطور بالفيزياء، ثابت الطور. طبعا هاي ثابت الطور من وين بلشت الحركة، من وين بلشت الموجة. طبعا كل موجة إلها ثابت طور خاص فيها، ما راح تقعد تحفظ انت بثوابت طور، ما راح تحفظ ثوابت طور. طيب الآن لو بدي اجي اشتغل هون، التردد اللي هو بيساوي 1 على الزمن الدوري، فإذا كمان ممكن احكي انه أوميجا بتساوي 2 باي على الزمن الدوري، 2 باي على الزمن الدوري. تمام، هلا ضيف لهذه الاشياء انه في عندي زمن دوري لكتلة معلقة بنابض، كتلة معلقة بنابض. هلا كتلة معلقة بنابض ما راح ابلشك فيه كثير، لكن بدي تعرف انه الزمن الدوري يساوي 2 باي جذر الكاف على ألف. طبعا كاف هاي اللي هي كتلة الجسم المعلق، هاي كتلة الجسم المعلق، وألف اللي هي ثابت النابض،
ثابت النابض. هلا ضروري ترتب افكارك. انتبه، التردد بيساوي عدد الاهتزازات على الزمن، والزمن الدوري يساوي الزمن الكلي على عدد الاهتزازات. هذول مهمين. وانه اوميجا بتساوي 2 باي تا دال، او برضو بتساوي 2 باي على الزمن الدوري. هل بدنا نيجي على سؤال؟ السؤال هذا شو بحكي لك؟ بحكي لك علق جسم، علق جسم كتلته كاف رأسيا بنابض ثابت مرونته اثنين وستين نيوتن في متر او لكل متر، وبعد ان استقر الجسم سحب الى اسفل، سحب الى الاسفل مسافة صغيرة، ثم ترك يتحرك حركة توافقية بسيطة. شباب انتبه، كلمة حركة توافقية بسيطة ما تخربطك، انت بتتعامل مع موجة بس. فكان التردد 2.5 هرتز. احسب 1 الزمن الدوري للحركة. شوف كيف طالب منك الزمن الدوري للحركة، شو بجي بقول له؟ بكل بساطة الزمن الدوري يساوي 1 على التردد، ويساوي 1 على 2.5، ويساوي 4 بالعشرة ثانية. تمام. الفرع الثاني 2، طالب منك كتلة الجسيم او الجسم المهتز. شباب هلا اخذنا القانون، الزمن الدوري شو بيساوي؟ 2 باي في جذر كاف على الف. طيب الزمن الدوري 4 بالعشرة يساوي 2 ضرب 3.14، هي ثابت اللي هي باي، ضرب جذر كاف على 62% او 62 نيوتن. تمام. الان بيطلع عندك عمليات رياضية على 6.28، وهون على 6.28 بيطلع عندك جذر او كاف بتساوي 0.25 كيلوغرام. طيب الفرع اللي بعده، الفرع اللي بعده مثلا طالب منك بحكي لك مقدار القوة المعيدة. هلا القوة المعيدة عند موضع الاتزان الجديد، ايش القوة اللي بترجع النابض؟ 3 القوة المعيدة عند
موضع الاتزان الجديد، مباشرة عند موضع الاتزان الجديد صفر. القوة المعيدة بتساوي صفر. ليش؟ لأن الإزاحة عند موضع اتزان قديش أبعد عن النقطة؟ صفر. ليش؟ لأن دلتا سين أو الإزاحة بتساوي صفر. وارجع للقوة المعيدة تبعت النابض اللي لما حكينا عن الشغل، القوة المعيدة بتساوي ألف دلتا سين. طيب الآن الفرع الرابع، أربعة، طالب منك قوة النابض، قوة النابض المؤثرة في الجسم عند الاتزان. قوة مؤثرة في الجسم عند الاتزان، خليك معي عشان تتخيلها. هاي السقف، هاي النابض. الآن هاي الجسم اتزن، لما بتزن شو بيكون؟ وزن للأسفل وقوة النابض للأعلى. فإذا هاي بدها تكون بتساوي هاي، فإذا القوة شو بدها تكون بتساوي؟ بتساوي الوزن، وتساوي كاف في جيم. طيب كاف انت حاسبه قبل، هيو حاسبينه هون، ربع. اذا 25% ضرب جيم اللي هو تسارع الجاذبية الارضية دائما 10، ويساوي 2.5 وحدتها نيوتن. طيب نيجي لسؤال ثاني. في هذا السؤال بحكي لك يتحرك جسم حركة توافقية بسيطة تعطى إزاحته بالعلاقة سين الزين تساوي 15% جتا أوميجا زين أو جتا الباي على 2 زين زائد باي على 6. شباب انتبه لشغلة كثير مهمة. في السؤال اللي قبل شوي باي كانت بتساوي 3.14، الآن في هاي العلاقة دائما باي بتساوي 180 درجة، يعني انت هون بتحكي عن باي بالتقدير الدائري. تمام، الآن احسب ايش الاشي اللي بدنا نحسبه. اول فرع بحكي لك سعة الذبذبة وثابت الطور، سعة الذبذبة وثابت الطور. تمام، الآن سعة الذبذبة قارن هاي بالمعادلة الرئيسية. المعادلة الرئيسية اللي هي سين الزين بتساوي سين في جتا أوميجا زين زائد فاي. هاي المعادلة الرئيسية، سعة الذبذبة هيها، أوميجا هيها، زين هيها، ثابت الطور هيو، والإزاحة هيها. إذا سعة الذبذبة سين شو بتساوي؟ 15% متر. شوف كيف؟ ثابت الطور فاي بيساوي باي على 6، باي على 6 اللي هي 180 على 6 اللي هي 30 درجة ثابت الطور. تمام، الفرع الثاني 2 طالب منك تردد الحركة، طالب التردد. اتذكر معي التردد قبل شوي حكينا انه اوميجا بتساوي 2 باي تا دال، صح؟ حكيناها هاي، اوميجا بتساوي 2 باي تا دال. طيب اوميجا معي اللي هي باي على 2 بتساوي 2 باي
تعادل. طيب في عندنا اختصارات؟ طبعا في. ايش الاختصارات اللي عندي؟ طلع باي مع باي بتروح بصفي عندنا انه تعادل شو بتساوي؟ تعادل بتساوي 4 هرتز. تعادل بتساوي 4 هرتز تمام. الفرع اسف ربع 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 هرتز الفرع بعده الفرع الثالث طالب منك الزمن الدوري. الزمن الدوري اللي هو واحد على الزمن الدوري يساوي واحد على التردد ويساوي واحد على واحد على أربعة ويساوي 4 ثواني. طيب الفرع اللي بعده زاوية الطور 4 زاوية الطور بعد ثانيتين. زاوية الطور بعد ثانيتين. الآن زاوية الطور ثيتا بتساوي باي على 2 زين زائد باي على 6 وتساوي باي على 2 ضرب الزمن 2 زائد باي على 6 وتساوي باي على 2 في 2 بتروح ال 2 مع ال 2 بضل عندي باي 7 باي على 6. 7 باي على 6 طبعا الباي اللي هي 180. 180 على 6 باي مع الستة بضل عندي 30. 30 في 7 210 درجات. طيب الفرع الخامس 5 إزاحة الجسم بعد 4 ثواني. باجي على المعادلة اللي هون بكتبها زي ما هي. شو بنحكي؟ سين الزين بتساوي 15% جتا باي على 2 ضرب 4 زائد باي على 6 عوضنا مباشرة وتساوي 15% ضرب جتا 2 باي زائد باي على 6 وتساوي 15% ضرب جتا 13 باي على 6 وتساوي 15% ضرب جتا. الآن هاي فيها 30 هاي فيها بتروح 390 يعني جتا 30 جتا 30 اللي هي جتا 30 اللي هي جذر 3 على 2 يعني 15% ضرب جذر 3 على 2 وحدتها طبعا متر. طبعا خلي لي اياها هيك تمام. الآن خلينا نوقف لعند هون. في عندك أسئلة صفحة 198 هاي واجب حلهم لحالك. يعطيكم العافية.